لكن ترند الترند محتاجين نتكلم بقى ايه في شويه تفاصيل وشويه عناوين كده مهمه عشان جمهور النادي الاهلي عامل حاله جميله وحاله طيبه في ظهر الفريق خلال الفتره الاخيره. هو عنوان في شكله او تفصيلته عنوان صحفي، لكن هو بيأكد كل المواقف اللي بتحصل حاليا مع النادي الاهلي، وهي بمعنى ادق ان النادي الاهلي بيواجه حرب تكسير عظام خلال الفتره الحاليه. بمعنى حرب تكسير العظام مش مباراة كرة قدم فقط، لكن لا، الفكرة في هز الثقة، في تصدير المشاكل، في تنوع الهجمات اللي ممكن تواجهها سواء عبر السوشيال ميديا أو عبر وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمسموعة. بمعنى أدق أنت بتواجه، رغم أن احنا بنلعب رياضة وبنلعب كورة، لكن ده متاح وبيحصل في كل دول العالم، وبيحصل في الرياضة الأوروبية، وبيحصل في كرة القدم تحديدا في الدوريات الأوروبية وفي الدوري الإنجليزي. لكن بتبقى ما بين دربيات أو كلاسيكو ما بين نادي وتاني، مجموعات أخرى وأندية تانية. لكن أنت في مصر في الفترة الأخيرة دايما بيتم شيطنة الخطأ اللي ممكن يحصل داخل النادي الأهلي. أي فريق وأي نادي وهو شغال وبيلعب مشواره المحلي والإفريقي أكيد بيبقى عنده إيجابيات وعنده سلبيات. إيجابياتك بتحاول تأكدها وبتشتغل عليها وبتحاول تبرزها، ولو عندك سلبيات بتحاول تعالجها. والإعلام المحايد دوره هنا إنه إزاي يعالج هذه السلبيات بالمنطق وبالعقل وبالموضوعية. لكن أنت هنا بتتعامل مع شيطنة الخطأ، بتتعامل مع مبدأ تكسير عظامك وأنت داخل على مراحل حاسمة. مش هدخل في مقارنات أو في مواقف، لأن أنا هقول أمثلة، مش هقول كلام عام، مش هقول أسماء، لكن هقول أمثلة، ومن خلال الأمثلة الناس هتعرف إزاي الإعلام بيتعامل، هل بموضوعية ولا بفكرة تكسير عظام نادي كبير بيمثل مصر في البطولة الإفريقية والمرشح الأبرز ليها بعد شهر لما تنطلق مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.